سابقهم شنو؟ طلب مال مشروع تكون للتاسف. زين. بحالات معينه يعني بسبب اما مرضي او سبب عادي يعني فاميليا او ايديوباتيك يعني بدون اي سبب ما حد يعرف السبب مالي. ف الكلابينج مهم بالاكزامينشن، ليش؟ لان له طريقه بالاكزامينشن. اول شيء راح نعرف الكلابينج هو الفان هاز انكريس كيرفشر اوف ذا نيلز وذ ذا سيلكتد بولس لاينت اوف ذا سلف سيجمنت اوف ذا نيلز. يعني شنو؟ الكيرفشر هذا التقوس مال النيل، تقوس مال الاظفر مالتكم شو يصير بيه؟ يزيد تقوس مالته، الكيرفشر مالته يزداد تقوس. زين؟ مو بس النيلز حتى التوز اللي هن شنو؟ بالكيل. Due to proliferation of connective tissue, particularly on the dorsal surface, there is also increased sponginess of the soft tissue at the base of the nail. سبب يقولون إنه زيادة بالconnective tissue تحت النيل، تحت النيل يزيد الconnective tissue يصير لها proliferation، فيصير هذا الكيرفتشر، يزداد هذا الكيرفتشر. هسا شنو؟ قبل لا نجي نجي ناخذ الستيجات مالته، بس أريد نراجع شوية شو أخذنا بالهاند. أخذنا من البداية posture, shape, size, color, temperature. بعد خلصنا temperature راح نجي nails. أخذنا nails مواصفات بالnails. وعليكم السلام ورحمة الله. nails أخذنا بها مواصفات. هسه آخر مواصفات اللي نحن هي الكلابينج. فالكلابينج بيها ستيجات. الكلابينج بيها ستيجات. يعني شخص قد يجيك بالفيرست ستيج، قد يجيك بالسكند ستيج، بالفورث ستيج، فانت شنو؟ يعني راح تسوي اكزامينيشن على هالاساس. بالستيج الاولى يقول لك انه الستيج الاولى الستيج انجل، ذا انجل بتوين ذا نيل بيت اند ادجيسنت سكين اوف ذا فينجر نيل بيت انجل از اوبليتريتد. يعني تعرفون اكو عندنا هاي هذا النيل، هاي شنو؟ نيل بيت، نيل بيت اللي هو شنو؟ السرير مالت النيل. فهاي الزاوية راح تبدي شو يصير فيها؟ راح يصير فيها obliteration، تبدي يعني تبدي هاي تنقص. العفو تزداد تزداد، فالobliteration يصير هنا، الobliteration يصير هنا. اكو تيست راح نسويه على ما نعرف هاي الزاوية شلون بدت تنقص. هذا التيست راح نسويه يسموه شنو؟ يسموه شمروت ويندو تيست، شمروت ويندو تيست. شمروك ويندو تيست، هذا حمروك حمروك شمروك ويندو تيست. شلون نسوي شمروك ويندو تيست؟ يقول البيشنت شو يسوي؟ يقول البيشنت يسوي لك ويندو بين الفينجر مالتك والفينجر الثاني بالجهه باليد الثانيه، او يقول له شنو؟ هالشكل. زين؟ او يقول له هالشكل. المهم شنو؟ المهم هاي الويندو تبين عندكم هسه اللي تشوفوها، هاي الويندو شوفوها سوي كذا هالشي، سوي كذا هالشي. زين، أهم شيء فين عندكم شنو؟ هاي الويندو. هذول جماعة الكلابينج، جماعة الكلابينج، جماعة الكلابينج، شو يصير عندهم؟ هاي الويندو ناقدة راح تبدي شو يصير فيها؟ أو انتريشن، تبدي تنسد تضيع. شوفوا بس هاي الحالة الطبيعية، شوفوا هاي الكيس فيها كلابينج. شفتوا شلون بدت كلش تصير ضيقة؟ ويندو صار اوبليتريشن بيها تضيع. هذا شنو شو اسمه هذا التيست؟ شمروت ويندو تيست. شمروت ويندو تيست. زين؟ placing both finger nails opposition in an individual a distinct aperture or window usually diamond shape. تكون شكلها دايموند مثل الماسة. is formed at the base of the nail bed. زين؟ clubbing obliterate the window. The critical comparison club finger with the profile of a normal finger will show that the angle between the proximal nail fold and the curved nail plate. خلصنا هسه من شمروك ويندو، نجي اكو ساين ثاني اسمها لوبي بونز بروفايل ساين. لوبي بونز بروفايل ساين هي انكريز فروم نورمال 160 تو اوفر 180 درجة. هاي الزاوية اللي راجعكم اياها هذا الانسان طبيعي من تقيس له هسه تباعوا الاوفر مالتكم اكو زاوية بين النيل بيت والنيل. زين؟ هاي الزاوية من تبدي تقل، تبدي تقل الزاوية. صرت شنو؟ صرت افقية اكثر، صور افقية اكثر. من توصل 180 فما فوق هذا الحج يعني شو بدي اسميها؟ ابدي اسميها كلاب، ابدي اسميها فيرست ستيج اوف كلاب.
Hi, Lovey Bones profile sign. Lovey Bones profile sign. هذه الإنسانات يعني لازم تحفظون اسمها، اسمها مفروض. هسه Lovey Bones sign شو المفروض نسويها؟ دوت باوع للفينجر مالت البيشنت، باوع هيج من الجانب، نشوف Lovey Bones sign. Lovey Bones sign. بعد شو نشوف؟ نشوف الميجرمنت اوف فالانجيال ديبث ريشيو. فالانجيال ديبث ريشيو The normal finger, the distal phalangeal depth is smaller than the interphalangeal depth. In clubbing, this relationship is reversed and becomes more than one. هاي شنو معناها؟ أنت مو جاي تباوع هسا للفينجر هيك من الجانب، بنفس الوقت تحسب اكو زاوية عندك. هاي. تعرفون اكو distal phalangeal joint وأكو شنو؟ interphalangeal joint. Distal phalangeal هذا distal phalangeal اللي هو شنو آخر يعني فقط عندنا آخر مفصل راح مقارنة وياه with inter phalangeal joint كان قبل يعني الإنسان الطبيعي distal أقل من inter phalangeal زين بالأوبري كلابل مو صار عنده connective tissue تجمع صار proliferation بالجو النير فالفينجر بدأ شو يصير بي تضخم من صار الضخم هاي الزاوية كلها هذا الديستنس راح شو يزيد راح يصير إما واحد مقارنة بهذا يعني إما هذا مساوي له أو شنو أكبر من عنده إما مساوي له أو أكبر من عنده هالحالة هم أقول شنو هذا فينجر بي كلاب هسا أنا أجي لهذا البيش أجي هاي الهاند من أرد قيس الكلاب أقول له يسوي لي شنو شامبوث وينتر أقول له سوي لي شامبوث وينتر سوى بعد وراها شغل له أقول لك يعني سوي هيك أبدأ أباع من الجانب شو أشوف قلنا أشوف شغلت يعني Lovey Bones sign وش أشوف شنو distal phalangeal depth للinterphalangeal depth اللي هي شو اسمها هاي phalangeal depth ratio phalangeal depth ratio ها شوف هسه هنا ال A أكبر من ال B بالإنسان الطبيعي B أكبر من ال A هسه أنتم أبسط شي باعوا إيدكم شوف باعي تكون دائما شنو normal finger شو يكون أقل depth مالتها يعني هيك يصير هذا حاله هسه خلصنا شنو خلصنا stage one هاي stage one بالكلام stage one بالكلام زين نجي ل stage two بالكلام شو راح يصير بعد Nail loses its longitudinal ridges and becomes convex from above downward as well as from side to side. يعني انتو تعرفون اكو بالنيرف دار مدار شنو ridges حواف يعني مال الفينجر مو هذني الحواف يكون اعلى من النيرف تتبعون هذني الحواف اعلى من النيرف دار مدار النيرف دائما اعلى من النيرف هسه اذا لاحظ هذا الانسان الطبيعي هذا اكو هاي حافه هاي من تقارنوها ويا النير دائما اعلى من النير زين يعني تشوفوها مرتفعه بالاول كلاب شو يصير بيني بالستيج 2 يصير بيني فلاتنج خوش يعني شنو؟ يعني لوز اس لونجيتيونال ريجز زين ليش؟ لان هو الفينجر راح يصير شنو؟ راح يصير كونفكس الفينجر يبدي يصير كونفكس محدد Stage 3, in this stage, there is fluctuation of the nail depth to elicit fluctuation. طبعاً بالستيج 3 راح يصير تدسان سنة يعني fluctuation. هاي السان شون الحصة؟ أجي ألزم نيرف. أجي ألزم النيرف. ألزمه شون؟ ألزمه أثبته. ألزمه بأربع صارك. رني من هنا. رني من هنا. زين؟ يعني أربع صارك مثل الإكس. أبدي. ادفع اثبت بهاي الجهه وادفع بهاي الجهه وابدي اثبت بهاي الجهه وادفع بهاي الجهه اشوف الاظفر مالته شو يصير بيه فلكتويشن شفتي شو يصير بيه فلكتويشن كانما ما تعرف تصنع كانما الاصبع ما تعرف على الاظفر العفو ما تعرف تحسوه كانما يزحلق جوا زين فشو يقول لك؟ يقول لك place the patient's finger on the pulp of your thumb and hold in this position by gentle pressure with the tip of your middle finger over the proximal phalangeal joint.
then pape the finger over the base of the nail. هذا حكينا وشلون نسويها. هسه راح تشوفوها هاي. شوف شلون لازم نثبت المنانة. طبعا حتى جنبي تستعملون على ان تثبتون يا جوينت تثبتون الروكسيموم تثبتوه بالميدل وتبدون المنانة تبدون تحركون تبدون تحركون يصير عندكم شنو؟ فلكتويشن الاظفر تحسون شنو يروح ويجي يروح ويجي اصلا ما تعرف زين. هاي الستيج 3 نشوف فيها شنو؟ الفلكتويشن. الستيج 4 In this stage, the terminal segment of the finger becomes like the end of drumstick. This stage 4, mid power the finger, which يعني عن بعد تشوفه كأنما مثل عصب طبق. مثل عصب طبق. هسه نجي مثل هاي. شوف هسه هاي. هاي يعني stage 4 تقريبا. شوف العلامات اللي فيها. أولا الفينجر صار convex. فقدنا من سوينا اللوبي بون راحت، من سوينا الشمروث راحت، من سوينا الدبت مالتنا. شوفوا الدبت مالتنا ضعوا هاي هذا الشيء ضعوا هاي الجد ضعوا هاي دائرة ديستر وراها شنو ستيج 2 شلون نشوف فيها؟ الرج الرج بدأت تختفي الرج بدأت تختفي هاي الرج كانت اللي هي أعلى من النيام بعد وكونفكسيتي صارت بعد ستيج 3 سوينا فلكتويشن شفنا فلكتويشن بعد ستيج 4 اللي هو شنو؟ درامستيك افيرنس درامستيك افيرنس مثل عصب طبق مثل عصب طبق وهاي ايش راح تشوفون يعني كل شوي راح تشوفون هسه نجي الاسباب هسه نجي الاسباب كوزز كوزز اوف كلوبينج طبعا الكلوبينج ماي بي هيريديتري وراثي ايديوباثي وأكوائر هيريديتري وراثي يعني من العائلة هو يعني هم عائلة عندهم كلب وعادة يعني بس مو ذاك مو ذاك الكلب القوي هم تشوف ديهم كلها هيك بيها كلب بعد ايديوباثيك ما نعرف السبب مالته ما نعرف السبب مالته لحد الآن أو شنو أكوائر مكتسب مكتسب طبعا إلى أسباب فهسه نجي كوزز اوف ديجيتال كلب أول شيء نجي من ريسبيراتوري كوزز ريسبيراتوري كوزز أهم سبب وأخطر سبب منه primary and secondary شنو carcinoma cancer واحد عنده cancer باللنج cancer باللنج سرطان شو يجيكم هذا يجيكم شنو إيش عنده يجيكم كلابك وشايفين هون بعد intrathoracic separation إما bronchitis emphysema ولا lungosis separation يعني فد fluids ما تبص تجمع بالثوركس يعني بالثوركس سواء bronchitis بالبرونكوس امبايما بالوول لانج ابسس في مغلفه الجدار زين المهم اكو بدا ابسسات معينه موجوده في الباس بعد ايديوباتيك بالمونري فايروسس يسمونها كريبتوجيني فايروسين الفيولايتس هاي اكوها بعد اسبستوسس اسبستوسس يشتغلون بالمعامل مال شو اسمه هذا اسبستوسس هو اسبستوس مال الاسبستوس يعني معامل ما أعرف هو جوسين كين ما أعرف نفسه ما أعرف جوسين كين ما أذكر صراحة بالعربي شو كان زين هاي شنو هاي سبارتر هاي سبارتر سيستم سبارتر سيستم نجي من إلمنتري اللي هي شنو اللي هي جي آي تي والمرفقات مالها عندنا هيباتيك سيروسس ليفر ليفر إذا صار في نساء تشمع الكبد أو كلي يعني كلي الكبد تشمع الكبد أو كلي هاي هيباتيك سيروسس سيروسس ulcerative colitis هذا فد الديزيز يصير بالانتستين يعني دائما شنو يصير بالالسرز داخل الانتستين بالكولون كولون هي اللارج انتستين يصير فيها شنو ulcerations دائما هذا فد الديزيز بعد الاخر كرونز ديزيز وسيليك ديزيز هما تهدني شنو امراض انفلاماتوري انفلاماتوري شنو انفلاماتوري ديزيز وين بالجي اي تي انفلاماتوري ديزيز بالجي اي تي بعدين نجي من الكارديوفاسكولار الكارديوفاسكولار عندنا اهم ديزيز اهم مين كوز اللي هو شنو سانتيك كونجنتال هارت ديزيز سانتيك كونجنتال هارت ديزيز اكو عندنا ديزيزات وراثيه بالطفل من اول ما ينولد تسبب له زرقاء وتسبب له كلاو طفل اول ما ينولد يعني شنو يسموها اعتلالات بالقلب بالهارت مالته تدرون اكو ولد يعني طفل اول ما ينولد عنده فتحه بالقلب يجوا يسمعين
عنده فد تغير في الصمام او عنده فد عفوا شو اسمه هذا الفنتركل يكون هايبوبلاستيك يعني صغير. اكو جماعه عندهم استرالجي وقالت رباعيه فالوسي جسامية. اكو مرضى عندهم والمونري ستينوسيس كونجيتا بالمونري ستينوسيس يعني والمونري ارتر اكسبيشن دي ستينوسيس تضيق واي واي امراض امراض السمع. لا لا دكتور مو شرط يعني مرات تاخر اكو بعض الحالات تاخر يصير فيهم بعض الحالات لا اول ما ينولد ورا اسبوع تقريبا يبدي يزرق او مو شرط اسبوع اول ما تنسى هاي ما فيها بالامبريو اللي هي الباتن ديسكس البريوسس من تنسى مباشره تظهر عندنا الحاله من تنسى تظهر عندنا الحاله لان هي مرات تربط يعني تحول لك تسوي شنط تفيدنا مرات باتن ديسكس. باتن ديسكس نفسه يعتبر كونجنيتال هارت ديزيز اذا بقت مفتوحه اذا بقت مفتوحه تعتبر كونجنيتال هارت ديزيز. بس اكو الكونجنيتال يقسموها سيانوتيك زرقاقيه ونون سيانوتيك. اسيانوتيك فالإزرقاقية اللي تسوي أزرق هي تسوي لي مو بس أزرق تسوي لي شنو وياها تسوي لي كلاب عادة تسوي لي شنو كلاب هذا أخرى أسباب أخرى فاميليا الكلاب يكون في العائلة من العوائل هم يعني كلهم عندهم شنو كلاب أوكيوبيشنال من الوضع ثمانته جاك هامر أوبريشن جاك هامر ما عاد يمكن هذا ما بناء ما صراحة ما نفسه زين خلصنا منه الكلام اللي هسه النيل شنو كلها خلصة النيل كلها خلصة خلصنا النيل نجي لمن للبام انت هسه خلصت النيل تروح إذا البيشنت راح تشوف راح تشوف البام بالبام شنو نشوف بالبام أول شيء فاعلة كريسس اللي هي شنو النذين جاي تشوفوني ثاني الخطوط بالداخل البانهارد ثاني البانهارد كريسيس شنو يكون اللايتر كبيرار هاند سراوندينج سكين وين هاند از هايبر اكستند يعني انت من تسوي الايد مالتك من الجرح هيجي اكيد راح يكون شنو راح يكون شنو راح يكون البلاك. بس بعض الحالات بعض الناس عندهم يكون داركر العفو لايتر ذان سراوندينج يعني شنو لون يكون اخف من بقيه الايد. في هالحالة راح أفكر بحالة مرضية شنو اللي هي شنو اللي هي الأنيميا فقر الدم فقر الدم. عادة إذا أقول لك الدكتور شفت بانر كريسس شفت هلايتر يعني شفت هلايتر وقال لك هسه ايش قد تتوقع الهيموجلوبين تقول له لس دان سبن هيموجلوبين تعرفون هيموجلوبين تقول له أقل من سبعة دان إذا شخص تكون لايت عنده لايت بانر كريسس تفكرون انه هيموجلوبين اقل من سبعة اقل من سبعة هاي خلص. اكو بعض شغله ثانيه بالهاند ممكن نشوفها بالبان بالمر الرثيمة تشوفون البان خاصة الثينر الهايبوثينر الامينس ذني مالت الهاند تشوفون بيها شنو؟ فد ردنس احمرار بقع حمر زين هاي بالمر الرثيمة كاركترستيك برايز ريد امينس الان فوق اوف ذا فينجر بعد بس بعد مو بس الامينسز تشوفون بالبوب او ذا فينجر يعني بالاطراف الفينجر مالتكم تشوفون حمار احمر برايت هاي وين نلقاها؟ نلقاها بحالات مرضى مثل منو؟ مثل بريجنسي ثايروتوكسيكوسيس هيباتيك فيلر اور ميبي ايديوباتيك قد ما نزل يعني ما معروف سبب بس اهم شيء شنو؟ بريجنسي وثايروتوكسيكوسيس هيباتيك فيلر طيب البريجنسي شنو؟ تعتبر هايبر دايناميك سيركوليشن هايبر دايناميك سيركوليشن البلد مع البريجننس بريجننت ومن يكون سريع يمشي بسرعه زين فدائما تبين عندهم شنو تبين عندهم تبين عندهم بالمر الرثيمة حمار بالبالم حمار بالبالم بعد شنو نشوف بالبالم نشوف بالمر ثيكني بالمر ثيكني شنو ثيكني تدخل زين عادة وين نشوفها اكو جماعة الاكزيما زمان تايروس سيندروم هاي تقولها الدرماتوميوسايتس جماعة دول اللي يشتغلون بالصناعي يشتغلون مكانات اللي هم الميكانيك سانس يسمونها يد الميكانيك بعد كيراتوديرما فينوماتيكوم هاي المرض لما تاخذ جلدية
المهم هسه بالبانك شو نشوف بالبانك؟ شوفون كريسيس يسوون هايبر اكستنشن للهاند، يسوون هايبر اكستنشن لما تمسوها وتشوفوها. طبعا اذا تبون قارنوا قارنوا اذا هاند مالتكم سليمه وما عندكم انيميا قارنوا ويا هاند مالتكم. بعد شو كنا البالمر ارثيما نشوف شنو ثيكنينج اذا يعني تحسسها شو اذا ثيكنينج ولا لا. هاي خلصناها. هسه شنو البالمر؟ باعوا لي هسه هاي بالمر بيجمنتيشن ها هسه باعوا لي المكانات مال البالمر ارثيما هاي السنه باعوا لي البالمر ارثيما شلون تصير؟ البالمر ارثيما تصير بالامنسس. بعد مرات الهاند البان مرات بان شبيها تكون بها هايبر بيجمنتيشن صبغه زياده بالصبغه مالت الجسم. يعني انت شخص جسمك طبيعي بس شنو؟ شوف بالهاند اكو عندك شنو؟ زياده بالصبغه يعني زياده باللون او شنو؟ او بالكريسز زياده باللون زياده غير طبيعيه باللون. بهالحاله نفكر مرض اسمه شنو؟ اديسون ديزيز. اديسون ديزيز زين؟ اديسون ديزيز. هسا خلصنا. بعد ايش عندنا بالبام؟ شو نشوف؟ مرات نشوف فد اكو مرض يسمونه نيورو فايبروماتوسس. فد فايبروماتوسس هيك صغار تكون تكنيك مثل الدعاوين تبين عندكم وين؟ بالهان. طبعا مو بس بالهان كل الجسم بس بين بالهان. بعد اكو ليجنز يصير عندنا بالهان يعني نقاط تشوفوها ريدنس وشنو؟ وتكون اما اذا كانت بالبلب اوف ذا فينجر. اذا كانت هاي النقاط الحمراء مثل هاي بالبلب اوف ذا فينجر شو نسميها؟ نسميها اوزلر نون. اوزلر نون. اذا كانت بالبام شو نسميها؟ جينوي ليجن. جينوي ليجن. هذول شنو وين نلقاهم؟ نلقاهم في مرض شو يسمونه؟ يسمونه انفكتد اندوكارديتس اللي هو اخذناه. يصير عندهم شنو بعد؟ انت نموذج تذكرت يعني اذا شنو نشوف بالهاند مالته؟ كنا نشوف شنو الافكت الكاردايتس. نشوف عنده جينوي ليجن او وزنر نوت او شنو؟ او سبلنتر نموذج زين؟ هسا خلصنا من البار. من اللي ذكر هسه شغلنا؟ بعد ممكن يكون شنو؟ تعرف توكسيكوزيس. تعرف توكسيكوزيس زيادة الفراز والغدد الدرقية زين. هسا خلصنا السويت. نجي لمن؟ نجي لترام. لترام لترام اللي هو شنو؟ رعشة مال هان وراء تكون هان عندهم فترة عشر هان زين. الرعشة لترام لترام تعريفها كتعريف شنو؟ rhythmical technical contraction and relaxation of شنو؟ of muscle group. يعني انت من يقول لك مثلا عندي ترمر بالليج يعني المصل مالت الليج ايش بيها؟ بيها relaxation contraction. بس هذا relaxation contraction شنو؟ rhythmical يعني برتم معين سرعه او ضوء يعني يجن وضوء بسرعه زين؟ فيصير عندك هاي شنو؟ الرعشه مالتك. الترمر راح نقسمه نوعين. اما يكون شنو؟ يكون postural tremor او يكون شنو؟ flabbing tremor. postural tremor انه الشخص يصير عنده tremor واحدة مرات يعني هو من يقول له من يدي لك شيء يبدي شنو شيء يصير عنده؟ يبدي يصير عنده tremor مرات. اذا ما تبين شو اسوي؟ بعض الامتحانات وبعض الجسمين يخلون شنو فوقها؟ يخلون فد ورقة. يخلي فد ورقة مالت الهان مالته فوق الهان مالته على مود شنو؟ بين عندنا شنو؟ الترمر. الترمر شلون طريقة الاكزامينيشن مالته؟ انا خلصت الاكزامينيشن مالت الهان
شرح اقول للبيشن اقول له مثل ايديك زين مثل ايديك شو اسوي؟ تحلي اصابع زين هيك وابدا اشوف شنو الترامبار زين هسه راح نجي بوستر ترامبار كلينيكالي سيبريتد انتو فاين اور كورس ترامبار نقسم البوستر الى فاين والى كورس يعني فاين فاين تكون رعشه شنو كلش سريعه كلش سريعه ومو ومدى حركتها مو وايد مدى الحركه مالتها مو وايد هيك الكورس ده يمكن هيك يصير ها شنو كورس مدى الحركه اوسع مال الترمر وشنو وتكون افضل مرات افضل جماعه الباركنسون ما باركنسون صار زين هسه نجي لنا اكزامينيشن تكنيك طبعا انتيبيشن تو بليس هاند ستريت اوت ان ان فرونت اند سبريد ذا فينجر انه تسال البيشنت شو يسوي يمد يديه لقدام ويفتح اصابعه يفرش اصابعه تنتظر البيشنت راح يصير عنده ترمر اللي عنده ترمر راح يصير عنده ترمر شنو الاسباب مالتها اول شيء انكزايتي قلق واحد شخص استوى مثلا ما عرف حاله عصبيه او قلق او هو من شافك مثلا خاف بعد الدراجز بيتا اهم من دراجز بي ام بيتا اغونست بيتا اغونست لان البخاخات مع سالبيوتامول تقول له ممكن يصير عندك شنو بيها ممكن يصير عندك ترمر لا تخاف من كل هاي التمر طبيعية بسبب العلاج زين اللي هو سايب يتمر ثيوبيدين بعد راي ساكتين بعد الاضافة هذا اللي منو عندنا سيزيتي او كوفي درينك الشخص اللي يشرب شاي وقهوة هواي ليش لان سمباتيك ستيميليشن هايبر ستيميليشن سوي سمباتيك هايبر ستيميليشن سيزيتي او فاذا جاك واحد سينشر تمر عنده راح تقول له بالبداية حتى ناخذ من عنده هيستوري ايش راح يقول له؟ راح يقول له انت تشرب شاي قهوه زين عندك حاله قلق عندك حاله عصبيه هسه قبل لا تجيني زين بعد شنو؟ عندك ربو تاخذ بخاخ عندك ربو عندك دواء معين تاخذه هاي بالهيستوري بعد اندوكراين نشوف ثايروتوكسيك ها الاندوكراين ديزيز منو عندنا؟ ثايروتوكسيكوسيس ثيوكروماسيتوما هايبوكلاكس الشخص اللي عنده زياده بالغده الدرقيه العفو بالغده الدرقيه الثايرويد هرمون هايبرثايرويديزم بعد ثيوكروموسايتوما العفو السوبر ارينال جلاند زين بعد الهايبوغلايكيميا ليش انا هاي تفرز لي شنو؟ الادرينالين تفرز لي ادرينالين عرفوها؟ فيصير عندي ادرينالين هو يسوي يشتغل بعد هايبوغلايسيميا هايبوغلايسيميا نقصان السكر بالدم هم يسوي لي شنو؟ ترامب هم يسوي لي ترامب إذا شايفين كيسات شايفين هما يسترخون الطارد أول هاي بوغلايسيميا صار عنده شنو؟ ترامب هاي حكينا عن البوستشرال ترامب حكينا عن الإكزامينيشن مالت نجي النوع ثاني اللي هو شنو؟ الفلابيك ترامب أو الأستريكسس هذا الفلابيك ترامب ديفايند نعرفه as a repeated partial flexion of the wrist on wrist extension لما نسوي wrist extension هاي الريست تعرفون الفلكشن شنو؟ اتش الاكستنشن اتش لما اقول له يسوي لي اكستنشن اتش راح شو يصير عنده؟ يصير عنده بارشل فلكشن يعني شنو؟ يبدي شو يصير عنده؟ يرجع فلكشن زين بس مو كامل بارشل فلكشن بارشل ما ترجع كليه بس هذا يبقى شنو؟ اتش زين فلابينج ترمر ليش فلابينج يسموها؟ مثل كانه ما راح جرى مثل كانه ما راح يسموها فلابينج لا الاكزامينيشن مالت التكنيك مالت ايش راح نسوي؟ Activation to hold up the arms with the hands extended at rest راح تقول له يمد يديه يرفع الريست يسوي اكستنشن زين بعد look for a jerky flapping tremor alternative راح نباوع المن للترمر تبدي شو يصير عنده وراها اذا ما صارت عنده شو نسوي؟ Ask the patient to squeeze your index and middle finger. And maintain this portion 30 to 60 دقيقة. Patient with flapping tremor cannot maintain this posture. يعني هذا الشخص اللي عنده شنو؟ عنده flapping tremor. شو راح نقول له؟ راح نقول له إلزم إيدي أو إلزم أصبعي الإندكس والإندكس والفينجر. زين؟ شو راح نقول له؟ راح نقول له إلزم إياه حيل أقوى ما تقدر أبقى لازم إياه. فمن 30 إلى 60 دقيقة ثانية يعني تقريبا نص دقيقة إلى دقيقة
راح يهد ما يقدر ما يقدر يستمر أكثر من دقيقة ما يقدر يستمر أكثر من دقيقة هذا من هذا من الدابين ترمر الدابين ترمر مرات يسوون إنهينز للدابين ترمر شخص انتشار عند الدابين ترمر وسوى هالشيء ما طلع ما بين ايش راح تسوي له راح تسوي له إنهينزينج للدابين ترمر تنتظر نص دقيقة ايش راح تسوي وراها راح تسوي له هاي حالة زين بس سوي هاي حالة راح يصير عنده إنهينزمنت للدابين تبدي الدابين ترمر زين لا سوين انت متخصصين سوين الترمر سوين بنخلص بنخلص examination of hand الترمر بارت رئيسي من examination of the hand الترمر بارت رئيسي من examination of the hand لازم سوين examination of the hand